صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اليوم في هذا الفيديو حبيت نوري لكم هذا الجزرة كيفاش الشكل تاعها. سبحان الخالق، هي جزرة وخرجت على شكل ثلاث جزرات لاصقين في بعضهم. انا نحب نصور هذا الانواع، ممكن شفتوا في الفيديوهات عندي يكون عندي شكل هكا مميز تاع خضرة ولا فاكهة نصوره. هنا كي نقلبها هاو الشكل تاعها كيفاه موازي. نزيد نقلبها، شوفوها مليح. اللي يشوف الفيديو ولا اللي شاف الفيديو يوحد الله ويقول سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.